إذا بنطلع على الفيسكوسيتي، الفيسكوسيتي هي مقاومة الفلويد للفلو. يعني ممكن نعرفها the resistance of the fluid to flow. يعني هذا الفلويد عماله بيقاوم الفلو، فممكن مثلا بدي اجي اصب هذا الفلويد مثلا بياخذ وقت اكثر حتى يعمل فلوينج، او بده يمر في فتحه معينه بياخذ وقت اطول. الفيسكوستي لها حسنات ولها سيئات. فاذا كانت عندي تو هاي، اذا كانت الفيسكوستي تو هاي عندي بصير في مشاكل، اربع مشاكل عندي بصير: هاي ريزيستنس، which causes sluggish. Sluggish يعني بطيء، السيستم بصير بطيء، استجابته بتصير بطيئة. إذا كانت too high viscosity causes the following problems. إذا كانت الفيسكوستي عالية بتسبب المشاكل هاي، ومنها sluggish operation، بصير عندي حركة، يعني حركة السلندر بتصير فيها بطيئة وفيها صعوبة. إذا which causes sluggish operation. إذا هاي أول مشكلة. الثاني بصير عندي increased power consumption. تذكروا إنه الفيسكوستي بتسبب viscous friction، والفريكشن دائما بضيق طاقة. بس الفيسكوستي طبعا مختلف عن الفريكشن. شو نوع الفريكشن اللي انتم مور فاميليار فيه اللي مر عليكم اكثر؟ دراج. في دراج، وقبل الدراج كولوم فريكشن، الدراي فريكشن اللي فيش فيه ليكويد بين سطحين. ها، اذا انكريست باور كونسومشن ديو تو فريكشنال لوسز. راح احط بين قوسين هون فيسكس فريكشن. والفيسكس فريكشن ايش بتميز عن الكولوم فريكشن؟ انه بتناسب مع ايش؟ السرعه. مع السرعه. طب بعدين عندي النقطه الثالثه increased pressure drop. بزيد عندي البريشر دروب كمان بسبب الفيسكوسيتي الاعلى. يعني هون عمال نقول انه مش كويس تكون الفيسكوسيتي عاليه جدا، بس كمان بصيرش الفيسكوسيتي تكون منخفضه جدا. بدنا نختار فلويد مناسب يكون له فيسكوسيتي مناسبه لهذا الابلكيشن. وعندي هون بصير كمان هاي تمبرتشر، كلها هي عم بتسبب لوسز وبتسبب فريكشن. اذا بصير عندي كمان بيحموا هدول القطع المختلفه او هاي تمبرتشرز by friction. إذا هدول أربع أشياء، هدول أنا أخذتهم الأربع نقاط من إسبوزيتو 7th edition. أوكي، هدول هم الأربع أشياء المختلفة اللي إذا كان الفيسكوستي عالي جدا بتسبب عندي مشكلة. هلا كمان إذا كانت كانت too low تسبب مشاكل أخرى. بصير في عندي increased oil leakage past السيل، اللي هو بيجي بين سطحين معدنيين متحركين، بنحط بينهم سيل. السيل بحاول يسكر هذا الفراغ. فاذا عندي مثلا انا سلندر هون، في هون بيستون، هذا نفترض هذا السلندر مسكر من هون، وعندي هون بيستون
والبستون عماله بيتحرك. ونفترض في عندي هون هيك، هذا البستون هو بيتحرك، باخذه هون، هاي القطعة مش ملحومة الحامة، هاي القطعة مش عم تتحرك بالنسبة لهون. شو اللي بيمنع الفلويد انه يطلع؟ السيل والفيسكوستي، يعني الفيسكوستي عم بتساعدني يمنع تسرب الزيت من هون، فبين القطعتين هدول رح يكون في سيل. انا ما بقدر اخلي معدن يحك في معدن، اوكي، ما بقدر اخلي هذا المعدن كبير لدرجه وهاي القطعه مصنعه لدرجه انه بصير هدول التنين يعملوا وير على بعض، ما بصيرش. لازم يكون هاي مانيفاكتشرد اصغر شوي بسولرنس معين. بس كمان بعدين باجي بحط حوالين هذا البيستون، بجيب زي مطاطه سودا، هاي اللي هي سيل، وبحطها هاي بتمنع تسرب الزيت من هون. هلا رح الاقي لسه في شويه زيت، لو حطيت اصبعي من هون ولمستها رح الاقي في ثن رقيق جدا من الزيت، بس لازم يكون كميه محدوده. اللي بيساعد انه ما يصيرش في هذا الليكج من هون الفيسكوستي. فاذا عندي ليكويد الفيسكوستي له اعلى بتخفف من التسرب اللي بصير هون باست ذا سيلز. اوكي، هاي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، المشكله الثانيه بتصير، بصير في عندي اكسسيف وير، لانه هذا بصير يتكسر الزيت، يصير بتحلل لاجزاء الاويل، الاويل فيلم هذا زي الفيسكوس تبعته منخفضه، بصير مع الحركه بتفتفت، بتكسر الكومبوننتس تبعته، فبصير عندي اكسسيف وير. ايش وير بالعربي؟ وير بلا او تاكل او احتراق، ها وير، فبصير عندي احتراق، اكسسيف وير ديو تو break down of the oil film. فيلم، ايش كلمة فيلم؟ لما نقول اشي فيلم يعني اشي رقيق جدا، فيلم F-I-L-M oil film. هاي طبقة على سطح، هذا رح يصير فيه سطح رقيق جدا من الاويل، هذا اسمه oil film between moving parts. فإذا كان هذا الفيسكوستي منخفض رح يصير في تآكل أكثر بسبب تكسر البريك داون اللي بيصير بهذا الأويل فيلم، فلازم نحافظ على اللزوجة تكون مناسبة، لازم أحافظ على الفيسكوستي تكون مناسبة لهذا الأبليكيشن.